مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج اورجانيك مع حساسين. حلقتنا النهارده كده هتتخصص للوصفات بس الطبيعيه، ازاي نعمل وصفات طبيعيه سهله وبسيطه عن طريق البيت برضو بحاجات بسيطه وسهله. هنتعرف النهارده على وصفاتنا مع الدكتور الصيدلي سعيد حساسين، خبير الاعشاب الطبيه في مصر والوطن العربي. دكتور برحب بيك من جديد. اهلا بك يا استاذه وجمهورك في كل مكان. اهلا بك يا دكتور. قبل ما نتعرف على الوصفات الطبيعيه بتاعت النهارده خلينا نعرف كده في البدايه، كان معانا مكالمه تليفون المره اللي فاتت بتتكلم ان هي دايما بتشتكي من التهابات في المعده وجرثومه المعده، فكنا عايزين نعرف وصفه طبيعيه وسهله تعالج الموضوع ده. طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي كانت بتسال على جرثومه المعده، وعايز اقول لك ان جرثومه المعده دي بتصيب 60%. اخر احصائيه قالت ان جرثومه المعده عند 60% من سكان العالم. مش عندنا في مصر بس يعني، ولا في الدول العربيه بس، لا. عندنا 60% من الناس البالغه على مستوى العالم بيصابوا بجرثومه المعده. طيب، هي مشكله جرثومه المعده هي الاعراض بتاعتها المغص بقى والاسهال وتلبك المعده والحاجات دي. عشان كده بنقول ان من احسن الحاجات اللي اثبتت علميا ان هي بتعالج جرثومه المعده الشاي الاخضر. الشاي الاخضر ده مهم جدا يا جماعه، وبيستخدم كمان في التخسيس. خلي بالك، الدراسات قالت ان الشاي الاخضر من احسن الحاجات اللي بتمنع التهابات المعده وبتساعد على التخلص من جرثومه المعده. يبقى الشاي الاخضر نمره واحد. العسل، معلقه عسل على الريق الصبح، ومعلقه بالليل قبل ما تنام، ومعلقه في نص النهار. 3 معالق عسل في اليوم، ده اكبر انتي بيوتكس بيعالج جرثومه المعده. زيت الزيتون برضو ده يعتبر من الزيوت المقاومه للبكتيريا اللي موجوده في المعده. برضو زيت الزيتون من العلاج المهم اللي تاخد معلقه زيت زيتون على الصبح. لو رجعنا العسل، كانت معلومه كنت حابب اقولها للناس، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل حاجه الصبح كده اول ما بيصحى من النوم، بيشرب حاجه اسمها شراب العسل. ايه ده شراب العسل؟ ده عباره عن ايه؟ قال لك شراب العسل ده عباره عن كوبايه وبيتحط فيها عسل، كوبايه ميه عاديه وبيتحط فيها معلقه عسل. لما جم بقى الغرب، انت عارف الغرب مهتمين بالحاجات دي، فلما جم بقى يعرفوا ليه ده واشمعنى ده، وكان بيشربوا ليه في كوبايه ميه لما ياخدش معلقه العسل صلى الله عليه وسلم. قال لك نحلل الكلام ده. فلما جم حللوا كوبايه الميه اللي عليها معلقه عسل، شوف بعد اكتر من 1400 سنه اكتشفوا ايه. انت عارف كوبايه الميه دي بتاعتنا دي لو بالفرض ان دي كوبايه ميه، كوبايه الميه دي عباره عن جزيئات، كلها جزيئات صغيره كده، جزيئات جزيئات جزيئات. فلقيوا ان الاف الجزيئات اللي موجوده في كوبايه الميه ومعلقه العسل معلقه صغيره، حاجه صغيره يعني عدد جزيئات العسل ده عدد صغير. لقيوا ان لما بتحطي معلقه العسل على كوبايه الميه، كل جزيء من جزيئات العسل الميه بيكتسب جزيء من جزيئات العسل. بمعنى ايه الكلام ده؟ معناها ان الكوبايه دي اللي انت شايفاها دي، اللي هي اللي انت شايفها فيها الميه الكبيره دي، بقت كلها عسل. تخيل انت لما تمسكي كوبايه دي 3 4 مرات بتشربيها وهي عسل، تقدري؟ ما اعتقدش ان حد يقدر، مستحيل اللي بيقدر ياخد معلقه عسل بالعافيه دلوقتي. انما لقيوا، شوفي بقى الاعجاز بقى العلمي اللي هو الاعجاز الرباني، الاعجاز في اكل وشرب الرسول وصفاته صلى الله عليه وسلم. لقيوا ان كل جزء من جزيئات الميه بقت كانك انت شربت كوبايه عسل قد كده. اللي هو كانك شربت كيلو عسل يعني بس. معناها كمان بتزود من قيمه العسل. برافو عليك. كانك انت شربت كميه كبيره قوي من العسل مع انها معلقه. دي بتعمل ايه بقى؟ بتطهر الجسم وبتنظف الجسم وبتطهر المعده وبتنظف المعده وبتديكي باور وبتديكي طاقه وبتديكي قوه من جميع الجهات، قوه مخيه وقوه عضليه وقوه جسمانيه وقوه جنسيه، كل الحاجات دي موجوده في فدي نصيحه اخويه اللي معلقه عسل على كوبايه ميه دي الصبح اشربها وسيب البيع على ربنا. يبقى قلنا الشاي الاخضر، قلنا العسل الابيض، قلنا زيت الزيتون، دي كلها حاجات بتعالج جرثومه المعده. جذور العرق سوس. ماشي اوكي. الو مياده. الو، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا مياده. ممكن اتواصل مع الدكتور سعيد؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. ازيك يا مياده؟ ازيك يا دكتور، كل سنه حضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. وحضرتك طيبه يا دكتور. انا عندي مشكله جامده من ناحيه البطن والارداف. مشكله جامده من ناحيه البطن والارداف. عندك كام سنه؟ انا عندي 27 سنه. وزنك قد ايه؟ وزني دلوقتي 80، بس بطني هي اللي كبيره جامد. عند مخلفة قبل كده يا ميادة مش كده؟ ايوه معايا زياد. بطنك المشكلة التخن كله في بطنك وفي الأرداف صح كده؟ تمام. شكرا، هجاوبك حالا يا ميادة. جذور العرق سوس من ضمن الحاجات اللي بتعالج. يبقى احنا قلنا
الشاي الاخضر، قلنا الهاني او عسل النحل، أو قلنا زيت الزيتون برضو على الريق، قلنا جذور العرق سوس ده مشروب طبيعي، وده معروف ان من احسن علاج لقرحه المعده هو العرق سوس، من احسن علاج في العالم. العرق سوس؟ العرق سوس ده، العرق سوس ده رهيب يعني، بيحارب البكتيريا الحلزونيه وبيعالج قرحه المعده، ده معروف، ده يعني حاجه احنا عارفينها يعني. الصبار اللي هو الالوفيرا، الصبار ده برضه من ضمن الحاجات اللي بتعالج جرثومه المعده، قلنا كل الحاجات دي بتعالج جرثومه المعده، بس النصيحه فين؟ النصيحه ان انا اخف من الاكل الدسم كتير، الدهون كتير، الفاست فود هو ده اللي عامل لنا المشكله الكبيره قوي. الاكلات السريعه فعلا. دي هي اللي عامله مشكله عندنا وعند اولادنا وعند كل الناس اللي موجوده. الناس دلوقتي بقت بتستسهل قوي، يعني خالص، انا عايز اقول لك يعني اي ثينك كده الناس يعني انا اعتقد ان الناس دلوقتي ما بقتش تاكل في بيتها مثلا لو قلنا في الاسبوع كله ما بياكلوش مثلا يوم ولا يومين اكل طبيعي. معظم الناس فعلا عايشه على الاكلات السريعه. معانا محمد من العراق، الو. اهلا وسهلا، مرحبا يا فندم. مرحبا بيك يا محمد. معلش يا محمد، سمحنا في العراق الخط. تابعنا محمد ان شاء الله. حاول تكلمنا مره ثانيه. ماشي. انا عايز بس اتكلم النهارده عن الوصفات عشان ناس كتير كاتبه لي على الوصفات، لدرجه ان انا مش قادر الاحق يعني، فبقى صعب عليا. احنا قلنا نبعته على الصفحه بالظبط. فانا جبت، احنا عندنا كتاب عاملينه بقى لنا 10 سنين، ده حتى الصوره بقى لها 10 سنين. ده كتاب وصفات، ده فيه كل الوصفات التجميليه والعلاجيه لكل مرض ممكن تتخيليه في جسمك، يعني اي حاجه في الجسم في الدنيا كلها. عنده مشكله في مثلا هنيجي تقولي مثلا الشعر، تلاقي تقصف الشعر وصوت الشعر وقشر الشعر ومش عارف، ووصفه واثنين وثلاثه وشكل العشب بتاعها. ده الكتاب، انا بنصح ان كل حد يبقى عنده الكتاب ده عشان ما يتعبش ولا 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 يبقى عنده مشكله. اهو الكتاب اهو، ده الكتاب اسمه وصفات عشبيه، صح كده؟ ظاهره بالظبط، وصفات عشبيه للدكتور سعيد حساسين. يعني مثلا لو انا جبت الفهرس بتاعه اهو. معانا مكالمه، الو. أم أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. عايزه دكتور سعيد. الدكتور معاكي، اتفضلي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا أم أيمن حبيبتي، ربنا اخبارك ايه؟ ربنا والله، وانت كمان يا أم أيمن ربنا يخليك. انا ما صدقت شفتك والله. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. ربنا يسترها معايا. يا رب يخليك يا أم أيمن، يا رب يخليك يا ست الكل. انت كنت بتبعت لي العلاج بتاع ظهري. أم أيمن منين وانا افتكر؟ من امبابه. ازيك يا ام ايمن؟ الله يخليك، الله يخليك ويسترها معاك يا رب. طمنيني على ظهرك الاول وعلى صحتك. والله انت، انا بقول كل خطوه سلامه يا رب. ربنا يخليك ويشفيك يا رب، هبعت لك تاني الكريم. انت طمنيني عليكي بس الاول. انا حلوه وكويسه الحمد لله. ربنا يكرمك يا ام ايمن، اخبارك؟ الحمد لله، بس ظهري بقى اقعد واجي اقوم ما اقدرش امشي من ظهري والله. الكريم اللي كنت ببعته لك كان بيريحك مش كده؟ طيب. هو الأزرق ده حلو قوي. روما، هبعتهولك هبعتهولك. ايوه هو ده انت قلت عليه. عيني يا ام ايمن، حاضر هبعتهولك انا ان شاء الله لحد البيت. حاضر، سيبي تليفونك بس، خد تليفونك على بعد اذنك. شكرا يا حاجه ام ايمن. كان استاذ محمد من العراق كان بيسال عن ترهلات الجسم والارداف. حلو كده. بص، ترهلات الجسم والارداف، بص خليني بس اوريك الكتاب الاول. ده الفصل الاول، الفصل الاول امراض النساء، الفصل الثاني امراض الجنسيه والذكوره، الفصل الثالث الامراض الجلديه، الفصل الرابع امراض العظام، الفصل الخامس امراض الجهاز الهضمي، السادس امراض الصدريه، السابع امراض النفسيه، التاسع الانف والاذن، الثامن امراض العيون، العاشر امراض المخ، 11 الام الاسنان، الفصل ال 12 الشعر والتجميل، الفصل ال 13 السمنه والنحافه، الفصل ال 14 وصفات متنوعه زي حصوى المراره وحصوى الكلى والتبول الارادي والكلام ده. لو احنا جينا نقول ترهلات البطن والارداف، عندنا 131 صفحه 131. بصي انا هجيبه كده اهو، 131 ماشي، ادي 131. روح يا نوفمبر، تعالى يا نوفمبر، روح يا ديسمبر، تعالى يا يناير. واخد بالك اهو، ترهلات الجسم والارداف اهو. بصي اهو، ده شكل الايه، الوصفه والكتاب عندنا. عشان كده بنقول ان احنا بنريح الناس بقدر المستطاع، وعشان الناس ما يزعلوش مننا. الصفحه اللي هي على يمين هنا دي، والله كتاب شكله حلو قوي. بص اهي، ترهلات الجسم والارداف، الوصفه الاولانيه بتقول ايه؟ بس معلش، ممكن تكون انت شايف عندك عقل ولا حاجه. لا، ترمس مطحون ولبن وخل تفاح وميه ورد، يتخلط ويتحط على المكان اللي عايز يخس
ويتلف بالاسترتش. يبقى الوصفات اللي عندنا ادي وصفه اولى. وعامل اكتر من وصفه، يعني انا عامل اربع وصفات لطهارات الجسم والبطن والارداف. ليه؟ لانك انت ممكن تكوني مش عارفه تعملي دي، او دي صعب عليكي. فانا الوصفه الاولانيه ده انا بقول يا جماعه وصفات ترهلات الجسم والارداف، يعني اكتر من وصفه. بالظبط، ترمس مطحون ولبن وخل تفاح وميه ورده، اخلطهم على بعضهم وحطهم على المكان والفهم كله، هيتلف بالاسترتش. ده واحد. اثنين، زيت الياسمين وزيت القرنفل تخلطهم على بعض وتدهنهم برده على الاماكن المترهله. ده للترهلات، زيت القرنفل وزيت الياسمين. وصفه ثلاثه، فنجان من زيت الثرو 20 نقطه زيت زنجبيل، ويندهن برده البطن والارداف، ويتلبس شورت الارداف والبطن هيتلف بالاسترتش. وصفه ثالثه، في 100 جرام بذور رجله، دي الوصفه اللي هي بقى عشبيه، 100 جرام كابلي، 100 جرام بردقوش، 50 جرام خردل، و50 جرام سيراميك، تخلطوا مع بعض وتاخدوا عليها على كوبايه ميه مغليه وتسيبوا ثلاث مرات بعد الاكل، قبل الاكل. سوري، قلنا قبل كده ان اللي كسلان او ما عندوش وقت ان هو يقعد يحط المكونات دي، المواصفات موجوده طبعا. برافو عليك. وللحصول على المنتجات 16022. طيب احنا معانا اميره. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضلي. السلام عليكم دكتور سعيد. الدكتور معاكي، اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا اميره، ازيك؟ ازي حضرتك؟ انا كويس تمام. يا دكتور كنت عايزه اوصل شعر دهني عشان انا عندي قشره. حاضر. عيني، عندك كام سنه؟ عندي 20. 20 سنه، شعرك حلو ولا اكرت ولا ايه؟ لا لا حلو، بس انا مشكلتي كلها في القشره بس. حاضر اقول لك حاجه. شكرا ليك. شكرا. يعني اتكلمنا عن الوصفه، قلنا قبل كده قشر الشعر يا جماعه من احسن الحاجات هو الالوفيرا او الصبار. يا اما تجيبي صبار فريش اللي هو الصباره وتقطعيها وتاخدي الجل بتاعها، ده من احسن الحاجات اللي بتعالج قشره الشعر. والاحسن منه ان انت تغسلي شعرك بشامبو العسل، ده من عندنا معلش استحملينا. وهتجيبي كوبايه ميه شفشق، ميه كبيره كده، تحط عليه معلقتين او ثلاثه خل، خل العادي ده اللي تطبخوا بيه ده، وتقلبيهم كويس وتشطفي بيهم فروه الرؤوس الصبح وليل. بس خلي بالك ما تركزيش خل كتير عشان ما يحرقش فروه الرؤوس. بينشف الشعر كمان ولا هينشفه؟ بس هو خلال الاسبوع القشره بتروح. فانت بعد كده بتستخدموش تاني. يعني الخل ده، هي في ناس بيبقى عندها القشره بتقعد بالسنه وبالاثنين، وبتعمل لهم مشاكل، حتى بتعمل ست مشاكل تلاقي في شعر في هدومها وللرجاله. أيوة. تبقى مشكله قوي، تلاقي تحس ان انت لابس جاكيت كده معفر. يعني واخده بالك؟ فعشان كده الميه بالخل ده حلو قوي. عندنا وصفه برده في صفحه كام اقلب انا كده؟ كام؟ صفحه 123 برده. نقول نروح ديسمبر، تعالى ديسمبر 123 اهو. قشر الشعر، بصي، معلقه من جزر الزنجبيل مبشوره، ثلاث معالق كبيره زيت سمسم، نص معلقه ليمون، تمسكيهم كويس تقلبيهم كويس في بعض وتدهني بيهم فروه الراس ثلاث مرات في الاسبوع. يبقى معلقه من جذور الزنجبيل مبشوره، ثلاث معالق زيت سمسم، ونص معلقه ليمون، ده برده بيضايق. الوصفه الثانيه، خل وعصير تفاح معلقه ومعلقه، تقلبيهم برده كويس وتدهني بيهم فروه يعني الراس. يعني الليمون لا اما الخل. برافو عليك. يعني احنا عاملين خمس وصفات اهم موجودين دول اللي ايه، لقشره الشعر عشان خاطرك يا اميره، عشان شعرك الحلو ده، شعرك الدهني ده. بس الغسيل الشعر يفضل، قلنا شامبو بالعسل. يا جماعه ارجوكم معلش، استحملوا ان انتوا تاخدوا من عندنا شامبو بالعسل. معلش ليه؟ لان العسل، انا قلت لك العسل ده انتي بكتيريا، يعني مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للفيروزات، وفي نفس الوقت بيغذي الشعر العسل نفسه. فلما تعملي شامبو بالعسل فانت بتقللي السايد افكت بتاع الشامبو الكيميكالز، وبتغذي شعرك بطريقه غير مباشره، وبيطري الشعر طبعا كويس. ولازم تاخدي، يعني انا دايما اقول للناس اللي بيقول لك عندنا جفاف في الشعر، خلي بالك، لازم بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو لازم ولا بد انك تحطي حمام كريم او بلسم او الحاجات اللي هي المرطبه للشعر. لان الشعر بيتعرض لعوامل جويه صعبه قوي، بغض النظر عن الكوافير بقى وما يحدث جواه، ان انت برده في الشارع او حتى لو قاعده في البيت وسايبه شعرك، حتى المحجبات بيبقى الحجاب كاتم الحراره فتره طويله لو هي في الشارع. بالزبط. طب لما تروح البيت، لما بتروح البيت برده بتخلع الحجاب، بتتعرض برده درجه حراره عاليه ودرجه حراره كويسه وتراب وعفار، كل ده متعرضين ليه. عشان كده بنقول يا جماعه محتاجين الشعره نفسها تتغذى. هنغذيها بيه، نغسل بشامبو العسل وناخد حمام كريم بالجينسنج او حمام كريم بالثوم. عندنا كل الحمامات دي كلها مستورده عندنا برده بالاعشاب، صنعها في بيروت. عايزين نتكلم فعلا على حمامات الكريم وعلى انواعها. معانا فاطمه. الو الو، اتفضلي يا فاطمه، اتفضلي. الو لو سمحتي دكتور، عندي ارتجاع في المريء جامد في القولون، وعندي عضله الرقبه ضعيفه جامد. ارتجاع في المريء وعضله القلب ضعيفه. ماشي بقى. ماشي. اوكي. شكرا يا فاطمه. شكرا يا فاطمه. ارتجاع المريء، هنقول وصفه ارتجاع المريء
بص، موضوع عضله القلب، عضله القلب ضعيفه. عضله القلب دي محتاج ان انا هشرب شراب العسل كل يوم الصبح، واخد معلقه زيتون، زيت زيتون على الريق. يعني انا هاخد معلقه زيت زيتون على الريق، وبعدها بعد 10 دقايق ونص ساعه تجيب كوبايه ميه تحط عليها معلقه عسل تشربيها على الريق الصبح. دي هتخلي تقوي عضله القلب وهتقوي جسمك على طول. ارتجاع المريء، حبه البركه وكمون وشمر ومرمريه. ده ارتجاع المريء، اربع اعشاب، حبه البركه وكمون وشمر ومرمريه، كميات متساويه. تاخدين معلقه بعد ما تطحنين كلهم في بعض. ارتجاع المريء ده ناتج عن ايه؟ يعني التهاب المعده وجرثومه المعده برضو؟ لا، ده ارتجاع المريء ده مرض لوحده في المعده. يعني ارتجاع المريء ده عسر هضم الصبح. ما هو ارتجاع المريء ده مرض، ده مرض بيصيب المريء. اللي هو انت تاكلي تحس ان انت عايزه ترجعي، مش شرط انك ترجعي. ممكن الناس بترجع وناس ما بترجعش، بس يعني لو انا مثلا حاسس بده، انا حاسس ان الاكل طالع تاني. فناس يقول لك، في ناس بترجع من ارتجاع المريء ده، مش معنى ان انت ما عندكيش ترجعيش فما عندكيش ارتجاع في المريء، لا انت ممكن تكون عندك ارتجاع بس مش بتتقيقي، يعني مش لازم، ده مش شرط اساسي. بالظبط. وده مرض بالتحاليل بقى والاشعاعات. انا قلت لك امبارح التشخيص مهم. طبعا. ولازم تروح للدكتور. يعني اللي زي الاستاذه المتصله دي، هي بتقول لك المرض بتاعها، فانا على طول اقول لك الوصفه تجيب معاها نتيجه باذن الله. طبعا كل شيء. يبقى قلنا ارتجاع المريء، حبه البركه وكمون وشمر ومرمريه، اربع حاجات. حضرتك بتجيب منهم 100 جرام من كل نوع، وتطحنيهم في بعض وتحطيهم في برطمان، وتاخدي معلقه كوبايه ميه تشربيها ثلاث مرات قبل الاكل. ده خلال اسبوع او اثنين باذن الله هيريح لك معدتك جدا جدا. ومن اول يوم هتلاقي المعده ارتاحت. في وصفات صفحه كم؟ ماشي. ارتجاع المريء صفحه 58 برضو. روح يا ديسمبر، تعالى يا ديسمبر. يعني عندك صفحه 58. روح يا ديسمبر، تعالى يا ديسمبر. اهو بص، عندك ارتجاع المريء، عندنا اهو ارتجاع المريء، 100 جرام جعده، و100 جرام قنطريون صغير، و25 حبه سوداء اللي هي حبه البركه، 25 عرق سوس، و25 كمون. هتطحنيهم وتعمليهم قبل كل وجبه بربع ساعه. في وصفه تاني 100 جرام ايه؟ اول حاجه جعده. يعني ايه عشب اسمه جعده؟ هوريكي شكله بعد كده. هو يعني شكله عندي في البتاع ده، لو نعرف نجيبه بالكاميرا يبقى كويس. انا حاطه شكل العود. السؤال هيتسال يعني ايه جعده؟ ما هو جعده اهو. بص انا حاطه، انه برضه عارف كده، عارف الناس اول ما احطه. أيوة اهو هيقول لك يعني ده نوع من انواع الاعشاب. ده في اعشاب اسمها، ما هو في عشب اسمه قنطريون. ايه قنطريون ده؟ ما تعرفيش. بصي انا حاطه اهو، حاطط شكله. بصي اسمه الجعده. وبص ارتجاع المريء اهو، الوصفات ارتجاع المريء كام وصفه؟ اربع وصفات. وقصادها الناحيه الثانيه ايه؟ التهاب المعده. صح كده؟ ولا حموضة المعدة. بصي برضو الوصفات. عشان كده بقول يا جماعة الكتاب ده مهم جدا، ما هوش غالي يعني، رخيص يعني. أستاذ محمود بطران عامل لكم عليه عرض النهاردة عشان بنتكلم عن كتاب الوصفات. أستاذ محمود بطران في الشركة، والإخوة الأعداء هناك عاملين خصم على الكتاب يعني. احنا بس عايزين ننوه ان اي حلقة بنتكلم سواء عن السمنة او الشعر او العلاجات الطبيعية لالتهاب المفاصل او بنتكلم عن الكتاب، بيبقى عاملين خصم عن الحلقه اللي بنتكلم فيها، عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. صح كده. ده استاذ محمود بطران هو مدير الكول سنتر، عامل الكلام ده يعني 16022. صح كده. حد برضو بعت لي رساله عن الامساك. السيناميكا من احسن الحاجات اللي عوج باسم السيناميكا. والسيناميكا مع الشعير مع فول الصويا مع اليانسون، كميات برضو متساويه. وتحطيها في برطمان، وتاخدي معلقه صغيره على كوبايه ميه كانك بتعملي شاي كشري، تشربيها ثلاث مرات قبل الاكل. ده برده بيريح الامساك جدا. خلي بالك برده الامساك من ضمن الحاجات، ان في ستات ورجاله كمان يقول لك اصل نخش ما اعملش حمام غير بعد اسبوع. دي صعبه قوي يعني، وبيبدا ياخد دواء، والدواء بيمشي معاه اسبوع ولا اثنين ولا شهر، وبعد كده بيعمل. الا الحاجات الطبيعيه هي عمرها ما السايد افكت بتاعها تبقى موجود، ما لهاش اي اثار جانبيه. واثنين ما لهاش ان انت جسمك يتعاد عليها فما تجيبش نتيجه. لا بتجيب وبتجيب نتيجه كويسه. الحاجات الطبيعيه طبعا. طبعا. من زمان كده. والوصفات دي كلها بالظبط، الوصفات دي كلها موجوده عندنا جاهزه. يعني حتى انا بقول لك وصفات لو انت مش عايزه تجيبيها من عندي كل حاجه، تقدري تاخديها جاهزه من عندنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. معانا ايه بس مكالمه معلش. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا ايه. اتفضلي. الو. الو سامعانا؟ اه. اتفضلي يا ايه، معاكي الدكتور. ماشي. ايه ايه؟ لو سمحت يا دكتور كنت عايز اسالك سؤال. عين. ايه ممكن تسمعينا بس من التليفون او الموبايل مش من التلفزيون؟ حاضر. حضرتك يا دكتور شعري بيسقط كتير قوي.
عندك كام سنة هاي؟ وكنت يعني أنا اتعالجت من فترة ورجعت تاني، بلبت شعري خلاص يعني اتعالجت ورجع تمام وكده، ومن يومين ثلاثة بيسقط كتير قوي يعني ما بكيش فيه خلاص. عندك كام سنة هاي؟ إيه؟ عندك كام سنة؟ 22 سنة. بتغسلي شعرك بإيه؟ أنا غسلته بشامبو. شامبو جايباه من الصيدلية اللي جنبه. بنسين ده الأول، وبعد كده بطلته وجيت بغسله بصابون عادي. شفتي؟ صابون عادي. بتغسليه كام مرة؟ لا يعني لو في الأسبوع. لو كل يوم من ثاني يوم أو كل يوم أحيانا. كل يوم ومرتين في اليوم. طيب بص اسمعيني من التلفزيون يا آية. بص يا جماعة اللي زي آية. شكرا يا آية. اللي زي آية بص يا جماعة نمرة واحد الصابون ده يا جماعة خطر جدا على الشعر. الصابون ده استحمي بيه، اغسلي بيه ايديك، اغسلي بيه رجليك، اغسلي بيه أي حاجة، اعملي اللي أنت عايزاه بيه، أنت حرة. بس بعدي أرجوك عن وشك وعن شعرك. أيا كان الصابون، يعني أنا عارف إن في ناس على قد حالها ماديا. أيا كان الصابون ابعديه عن شعرك وعن بشرتك فقط. اغسلي بيه أي حاجة تاني، اغسلي بيه الهدوم، اغسلي بيه ايديك، اغسلي بيه رجلك زي ما أنت عايزة. بس ابعدي الصابون عن شعرك وعن بشرتك، ده نمرة واحد. نمرة اتنين. أرجوكي مفيش حد بيغسل شعره كل يوم، وخاصة لو ست. لما تتعامل مع شعرها هتتعامل مرتين في الأسبوع ماكسيمم، لو شعرها دهني أو في قشر تتعامل ثلاث مرات ماكسيمم. طيب واحدة تيجي تقول لك إيه، أصل أنا ست نظيفة وأحب آخد شاور خمس مرات في اليوم. خدي زي ما أنت عايزة، بس ابعدي عن شعرك. خدي جسمك اعملي فيه اللي أنت عايزاه من غير ما تغسلي شعرك. من غير ما تغسلي شعرك، غسيل الشعر جيبي مية على شعرك ما عنديش مشكلة، بس ابعدي عن أي حاجة. أرجوكي 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 يا جماعة أرجوكوا تاني، عشان أنتوا لما بتبوظوا الشعر ما بيرجعش تاني لطبيعته، بياخد وقت طويل قوي قوي قوي. مش متخيلة آية دي بتقول لك شعر كان كويس بدأ يسقط دلوقتي بقى لي يومين، عقبال ما بطل يسقط عند آية بعد ما نديها العلاج اللي إحنا نقوله دلوقتي هتطلع شهرين ثلاثة على الأقل. يعني مش سهل طبعا. مش هو في يوم وليلة هتلاقي الدنيا ظبطت معاها، مستحيل. لا مستحيل طبعا. احنا قلنا قبل كده مدة العلاج بتاخد من 3 ل 6 شهور بالظبط في المنتجات برضو الطبيعية. الزيوت معانا. معانا جهاد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت بس كنت عايزة اوصل الرؤوس السوداء في البشرة وايه؟ والحب الشباب بيطلع لي بقى حروف كده. وصفة حب الشباب والرؤوس السوداء. حاضر. شوفنا صفحة كام عقل بس، حب الشباب والرؤوس السود. ماشي. شكرا يا جهاد. آية بقى. مشكلة بقى. آية بقى. هنجيب زيت جاجوبة وزيت أملك وزيت سمسم وزيت جرجير وزيت زيتون. تاني بالراحة. زيت جاجوبة وزيت أملك وزيت سمسم وزيت جرجير وزيت زيتون. كميات متساوية آية، حطيهم في إزازة، وبعد ما تغسلي شعرك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع بتحطيه الزيت، وكل يوم حطي الزيت، يعني تبلي شعرك حبة صغيرين كده وتروح حاطة زيت على فروة الراس، الكلام ده الصبح. وبالليل ارجوكي استخدمي شامبو العسل. ارجوك انا هفضل اقول كده استخدموا شامبو. يعني انا دايما في منتجاتي اقول لك الوصفه، اقول لك روحي اعمليها بره، الا شامبو العسل اللي بتشتريه من عندي. ليه؟ حاجه طبيعيه وهتساعدني كتير في العلاج. دكتور المكونات اللي حضرتك قلتها هي موجوده في الزيت بتاع الريتيج بالظبط كده. طيب انا والله فعلا استعملت الزيت ده، عملت بيه حمام زيت. انا ما بستعملش زيوت خالص لشعري خالص. في ناس عندها عداء من الزيوت. انا كل ما بستعمل زيت لازم يقصف لي شعري، انا ما بحبش الزيوت. انا خالص. في ناس كتيره كده مش يعني انت لوحدك. انا ممكن احط الزيت في جسمي وما احطوش في شعري، ما اعرفش ليه. فانا قلت اجرب، حطيته كده بالليل وقلت اسيبه يعني لحد الصبح زي ما حضرتك قلت في الحلقه. قلت اجرب والله. انا قمت اخدت الشاور بتاعي ورحت عملت شعري، لاول مره الاقي شعري فعلا ناعم وطري من اول مره. انا بقول كده وفي ناس سواء كتيرة سواء قبل او بعد. انا بقول لك حبيت الموضوع. دي شهادة امام الكاميرا. لا لا انا حلفت بالله انا ما بقولش على حاجة غير لما بجربها الاول. طب كويس. ده اللي انا بنقوله يا جماعة، بنقول ان العلاج. وخلي بالك انت كنت لي مرة عندك، فلما تستخدمي كده مرتين ثلاثة في الاسبوع هتلاقي شعرك لوحده يبتدي يبقى لوحده ناعم، وما انتش حاسة بان هو ممكن يجيب في طول اليوم. عشان كده بنقول يا جماعة، اصل خلي بالك احنا بنتكلم في تغذية للشعر. يعني زيت الريتاج اللي عندنا ده، لو علي جبنا صورته يبقى شاكر. زيت الريتاج ده مغذي. زيت الريتاج تاني على الشاشه. مغذي للشعر. انت بتغذي الشعرات. تخيل انت زي حد جعان، لو انت جيت واحد صايم طول اليوم يجي قبل المغرب بتلاقيه عارفه انت مش قادر يعمل حاجه، شيل مش قادر يشيل، اقعد مش قادر تقعد، قوم مش قادر يقوم. فانت هي كده الشعر، الشعرات بتبقى مش قادره. انما لما بتغذيها بتنتعش بقى وتبقى فريش. ده زيت الريتاج معانا. ده مجموعه من الزيوت عباره عن زيت جاجيبه واملك وسمسم وجرجير وزيتون وروزميري وصبار. كل دي موجوده جوه زيت الريتاج طبعا مترخص بوزاره الصحه،
قلنا مترخص من دور الصحه يعني امن يعني فعال يعني ليس له اثار جانبيه. استخدميه من 3 لـ6 شهور يجيب معاك نتائج. هيا افتكرت سؤال يا دكتور معلش. دلوقتي زيت ريتاج وزيت ديل الحصان اللي هو زيت الحصان عشان يطول الشعر ينفع نحطهم على بعض ونحطهم كبرده كماسك؟ بس ينفع بس انا دايما افضل الزيت ده الصبح والزيت ده بالليل. طب اللي ما عندوش يعني وقت يعني افضل ما عندوش وقت يبقى يحطه وبعد ساعه يحط التاني يعني واخد بالك غير انك تخلطيهم ببعض يعني بينهم وبين بعض وقت بالظبط. خلي الشعره تستفيد بمجموعه الزيوت والفيتامينز اللي موجوده في الزيت ده وبعدين ترجع تاني. ما هو انت عندك السكالب بتاع فروه الراس بتاعتك او بتاعتي او بتاع اي واحده ليها قدره على امتصاص جزء من الزيوت ما هيش تقدر تمتص كله فانت ممكن تحط كميه زيت كتيره يمتص جزء صغير بالظبط كده. ما هو الامتصاص ده انت حبيت حبه ميه على ايدك غير حبه ميه على ايدي ممكن انت عندك انشفه بسرعه عندي اقعد شويه واخد بالك فهي طبيعه كل سكالب او كل فروه راس بيبقى ليها قدره على الابسوربشن بتاع الاويلز يعني ليها قدره على امتصاص بعض الزيوت دي فعشان كده بنقول ان احنا هناخد الزيت الريتاج الاول وبتعديل الحصان لو عايزه تطوليه يبقى الصبح او بعديه بساعه او بساعتين ما عندناش اي مشكله فيه. طيب يعني الست تقعد فتره كتيره في البيت ايه يعني الست دايما بيبقى بالليل قاعده فتره طويله وصاحيه يعني تقدر من بعد العشاء تغسل شعرها وتحط زيت وبالليل على 12 اللي عنده شغل زي حالاتي وعامل شغل كده مش هيروح الكوافير بقى كل شويه. ام منادى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. دكتور سعيد. ازيك يا ام منادى؟ انا كلمتك امبارح وقلت لك انا عندي سن 68 سنه 150 ووزن 77 وعندي البطن والارداف ما رضيتش عليها يا دكتور سعيد. طب انا قلت لك عملت لك الوصف على الهوا والله. عملت الوصف. طب انا ابعت لك شاي وكريم من عندي هديه بس سيبي تليفونك. انت منين يا منادى؟ انا من دمياط. اجدع ناس. هتبعت لنا حد ياخد سيبي رقمك وانا ابعته لك هديه. وانا قلت الوصف امبارح وعملتها كمان. انا مع لا والله ما قلت لي اي حاجه انا قاعده لغايه هي ممكن تكون ما ركزتش. انا عملت الوصفة على الهوا هنا يا ام ندى. ماشي هقولها لك تاني. هقول لك الوصفه تاني. او ابعت لك الشاي بقى والكريم ده من اللي ان شاء الله. خد رقمها. الشاي هيجيب معانا نتائج هايله. الشاي مش هيفكرك بالاكل خالص عشان انا جربته خاصه بتاع البطن والارداف. انا مش فاكره الاكل اصلا. صح؟ والله ده اللي انا بقوله. شهيتي ده اللي انا بقوله. بقول يا جماعه بص بص يا استاذه علم الاعشاب ده هو علم ما هوش انا يعني في بعض الناس يعني بشوفهم على بعض الفضائيات بيبقى ومنادى معلش بس حاولي تتصلي بينا تاني عشان ناخد رقمك في الكنترول لان الخط قطع. عايز اقول لك اني كان زمان عندي في قناه العاصمه انا كنت صاحب قناه العاصمه فكان عندي واحد طلع كومبارس بيعملوا حاجه كده في القناه يعني بيعملوا مشهد تمثيلي كده وكومبارس جايبينه عامل زي الحيطه كده فقعد انا بحبك وعايز اتصور معاك مش عارف المهم قلت له اتفضل اتصور معايا ومشي. بقلب في التلفزيون امبارح بالصدفه والله ما تصدقي كومبارس يعني ما اعرفش اي حاجه باي حاجه يعني محترمنا طبعا الكومبارسات يعني الناس كلها محترمين ولكن في تخصصهم اساتذه يعني ربنا يكرمهم كلهم يا رب. وفي ناس كومبارس احسن من الممثلين كتير قوي يعني وانا بحبهم يعني وبحب مهنتهم بيبقى ليهم دور بس ده دوره يعني هو يعرف يمثل كويس. ففوجئت امبارح انا بقلب والله العظيم زي ما بحكي لك كده وحياته ليه خس ولا ايه؟ يا ريت خس. لقيته قاعد وجايب كريمات وبيتكلم عن كريم للمفاصل وللرجل ومش عارف ايه وكاتبين متخصص والله زي ما بحكي لك وحياه ولادي. انا مش بكذب. لا ادوا يعني العلم قاعد لاهل العلم ده هي قاعده ادوا العلم لاهل العلم حد يكون دارس ودكتور ومش بس حياته وقفت ان هو دكتور صيدلي لا هو درس في الاعشاب وفهم وفحص وعمل بحث وابحاث مش بحث واحد ورخصت منتجات وتعبتش ايد يعني عايز اقول لك ان انا كان زمان حرب رهيبه اول ما انا طلعت لان كنت اول واحد اطلع واتكلم في الاعشاب بشكل علمي فكنت ظاهره في 2005 و6 و7 و9 و10 فكنت زي فكانت الحرب عليا دروس من كل الدكاتره ومن وزاره الصحه دروس واجهت كل ده ليه؟ بالسلاح، السلاح اللي هي العلم بتاع الكارنيه بتاع النقابه بتاعي وان انا صيدلي وان انا معايا شهادات وان المنتجات بتاعتي مترخصه. عايز اقول لك المنتج كان بيترخص في سنه كنت برخصه في سنتين. كانوا بيعذبوني عشان يرخصوا لي منتج، فالمنتج بيطلع من تحت درسهم. فمعنى ان انت تبقي متخصصه في حاجه غير واحد جاي
مع احترامنا للمهنه بتاعته طبعا. ولكن انت طالع بتتكلم ويا حاجه خدي مش عارف مين ويا حاجه خدي اندوريه والكريم ده فيه حاجه بيسكن الالام. ده بس يا دكتور ده هو معلن، هو بيعلن عن اعلان، هو دلوقتي في شركه هو لازم عشان يقنع المشاهد. كان متخصص. ما هو يا دكتور هيقنع المشاهد بايه؟ انا دلوقتي قاعده بس ماشي يعني ما هو لكن هو اعلان. انا دلوقتي شركه جات لي وقالت لي خدي اعلني على الكوبايه دي، فمضطر اقول ان انا متخصصه في صناعه الكوبايات علشان لا بس خلي بالك متخصص في العلاج بالاعشاب صعب ان يتكتب. يعني انت عندك في العلاج بالاعشاب جزئين، عطار وده راجل احترم ومهنه محترمه، والصيدلي. طب بص يا دكتور ما تزعلش مني، هي دي مشكله النقابه معلش. هي دي مشكله النقابه، ان النقابه هتعمل ايه النقابه برضه؟ هتحارب مين ولا مين؟ كتر خير الناس. طيب احنا معانا مكالمه. مين؟ ام عمر. حاجه ام عمر اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذنك بس توطي التلفزيون معلش. انا بس كنت عايزه اسال الدكتور على الدكتور معاك. انا بيطلع لي حب كتير في وشي. نعم؟ اسمها ايه؟ بيطلع لي حب كتير حب جدا في وشي. حب الشباب. ماشي حب الشباب. احنا قلنا الوصفه ولا ما قلناش؟ انا بعالجه بيرجع تاني كتير جدا. كام سنه؟ كام سنه يا فندم؟ 24. طب الحب ده حب شباب ولا التهابات في بشرتك ولا ايه؟ يعني الدكاتره قالوا لك ايه؟ قالوا لك حب الشباب؟ قالوا لك حب الشباب؟ الو؟ صراحه ما كشفتش عليها. طيب استاذنك سيبي تليفونك ونخلو دكتوره من الدكاتره المتخصصين عندنا تبعتي لها صورتك على الواتساب، هتكلمك هي بالتليفون وتبعتي لها صوره الحبوب على الواتساب بتاعها وانا هشوفها واقول لك. ابعتي لنا الجزء ده بس كده نبص على الحبوب، لان بص حتى حب الشباب في منه نوعين، في منه هرمونال في منه بكتيريا. حب الشباب معلش عشان برضو في حد قال دلوقتي في شباب لسه برضو في العشرينات مثلا 27 28 سنه وكل ما بيتضايقوا او كل ما بيزعلوا بيطلع لهم حبوب زي الحمراء في وشهم وفي جسمهم، والحبوب دي كمان بتفرز دم بصلز. دم لا كمان دم يعني. بصي عايز بس اقول لك مشكله حب الشباب انه محتاج برضو تشخيص. طب العلاج ايه يا دكتور؟ انا هقول لك دلوقتي. لا هو بيطلع له بس لما يكون حالته النفسيه وحشه. انا هقول لك دلوقتي. اتقالي عليا بس اتقالي عليا السؤال ده مهم. اتقالي هتاخدي حاجه كويسه. بصي حب الشباب نفسه نوعين، في منه هرمونال في منه بكتيريال. يعني ايه؟ يعني في جاي نتيجه تغير الهرمونات، عشان كده بيسموه حب الشباب، يطلع في فتره الشباب اللي هو البنت اتنقلت من ان هي بنت صغيره لبقت ست. اوكي. يبتدي يجي لها البريود، يبتدي الهرمونات بتاعتها تتغير، يبتدي مش عارف شكل في جسمها اشكال جسمها يتغير، او الولد يبدا يكبر خلاص وصل لسن البلوغ، فتبتدي يحصل تغير في الهرمونات. فتغير الهرمونات ده في اوقات بيبقى بالبلس وفي اوقات بيبقى بالماينس وفي اوقات بيبقى بالايكوال. فالناس اللي بيبقى عندها تغير في الهرمونات بيحصل لها بعض الحبوب اللي انت بتتكلمي عنها دي، او اللي انا بتكلم عنها. بتبدا من عند 12 13 سنه لحد ممكن توصل لحد 30 سنه. لحد 30 سنه مش لحد 21 لحد ما تطلعي بطاقه. لا مالهاش علاقه بالبطاقه، مالهاش علاقه ان هي تتجوز عندها 20 سنه، لا هي مالهاش علاقه، هي لها علاقه في الاكويفلنت بتاع اللي هو تنظيم الهرمونات جوه جسمها او جوه جسمه. فهو لازم يعرف الحب الشباب ده هو هرمونال ولا بكتيريال. هو حب الشباب ولكن هو في نوعين. الدكتور الجلديه بقى المتخصص اللي بيفهمها يعرف يقول لك ده هرمونال ده جاي نتيجه الهرمونات، فانت بتبتدي تعالجي الهرمونات لا الحب راح لوحده من غير ما تحط حاجه على بشرتك. ممكن شويه اعشاب او شويه دواء بيظبطوا الهرمونات اللي عندك، تلاقي العلاج راح، تلاقي وشك بقى كويس. طيب وفي ناس ثانيه تبقى بكتيريال، ده لازم بقى حاجات موضوعيه بقى اللي هو الكريمات والوصفات اللي احنا بنقول عليها. طيب الحاله النفسيه، الحاله النفسيه دي بتؤدي الى تغير الهرمونات بتاع الجسم. انت لما حضرتك بتتضايقي يبدا بعض الهرمونات تزيد وبعض الهرمونات تقل. مش انا قلت لك زمان اول حلقه طلعناها قلت لك تخيلي ان في حب الشباب البتاع ده الشعر بيسقط من الحاله النفسيه، فانت قلت لي جديده دي. قلت لك لا الحاله النفسيه بتؤثر على الشعر وتسقطه، تؤثر على البشره ونضارتها. ليه؟ لان جيتي تتعاملي في كميه فيتامينز ومعادن وحاجات دي داخله على جسمك داخله على شعرك، لما حالتك النفسيه بتقل يبتدي يحصل خلل في الهرمونات اللي موجوده فيحصل اللي انت بتقول عليه ده. بس بعد ما يظبط حالته النفسيه هيخف، بس ممكن تسيب اثر. يعني في اوقات بيسيب اصلا. مفيش علاج. لينا علاج بقى، خلينا بقى نقول الوصفه بقى بتاعت حب الشباب. طيب. اللي هي بقى ايه اللي جايبه من الاخر بقى، واخد بالك؟ ماشي. اسهل وصفه عندنا هتجيبي زيت اللافندر وزيت شجره الشاي
وتقلبيهم على بعض، معلقه ومعلقه زيت اللافندر وزيت شجره الشاي. احنا بنقول ده هيعالج الاثنين الهرمونال والبتاع ده. يبقى زيت اللافندر وزيت شجره الشاي هتجيب منهم كميات متساويه، وتجيبي قطنه وتبتدي تحط على المنطقه اللي فيها الحبوب بس، مش تحط على جسمك كله، على البشره كلها، على الحبايه بالذات بس كده. ايه تمس كده بيسموها، ولا بيسقسقوا، ولا بيعملوا ايه مش عارف. المهم ان هم بيحطوا في وصفات ثانيه اسهل من اللافندر. بس بالظبط كده. ثلاث معالق بقدونس في لتر ميه. ثلاث معالق بقدونس فين؟ في لتر ميه. تغلي البقدونس في الميه لمده 15 دقيقه وتصفيه وتسيبيه لحد الصبح. اوكي. وتغسلي بيه بشرتك غسيل وش. عندي سؤال، عندي سؤال بس افتكرت حاجه. في ناس هنا كان ليا حد من قرايبي مش هقول هي مين عشان هي ممكن تكون بتتفرج عليا، كان بتغلي البقدونس. خالته. خالته مش ربنا يخليها. طيب هي كانت بتغلي البقدونس عشان خاطر تشربه عشان تخس. هو البقدونس بيخسس، والبقدونس بيذوب حصوات الكلى، والبقدونس ليه فوائد كتيره جدا اكلمك عنه كتير. بس خالتك دي شاطره بجد والله شاطره. انا كنت حاسه ان الموضوع فاشل. لا 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 مش فاشل ولا حاجه. بس خليها بقى تاخد شاي من عندنا بقى دلوقتي وتريح دماغك من البقدونس واقع على القلب ده. طيب انا هجيب لك شاي ببلاش من عند دكتور سليم. لا بفلوس اكيد مش ببلاش. معانا صحر اتفضلي. ثلاث معالق بقدونس في لتر ميه يتغلوا والصبح تغسلي بيهم بشرتك. طب ده حلو، ده سهل جدا، ده هنعمله معانا. بس استاذه صحر اتفضلي. صح. الو اتفضلي استاذه صحر. الو سامعانا؟ الو سامعاكي؟ ممكن توطي بس التلفزيون وتكلمينا من الموبايل. ايوه كده سامعاكي. طب اتفضلي اتفضلي. وعليكم السلام. ازيك يا سحر؟ ازيك يا دكتور؟ معلش يا دكتور انا طالبه منك مساعده بعد اذنك يا سامعاكي. انا عيني اموري. انا يعني هو المشكله مش ولا حب شباب ولا حاجه، انا تخينه. طيب تخينه ماشي، عايزه تخسي. ماشي والله العظيم يا دكتور انا ظروفي بجد وحشه. مش عيني. عارفه اعمل ايه. ساكنه فين يا صاحبي؟ والله انا ساكنه في حدائق القبه. طب هتضايق القبه ليه؟ ما تخليها من غير ما تضايقيها. هتضايق القبه إيه؟ ليه؟ ساكنه في حدائق القبه؟ اه. طيب سيبي تليفونك من غير ما تضايقي القبه وانا هبعت لك الكريم ان شاء الله. ما فهمتش الافيه. الشاي. هبعت لك شاي يا سحر. اللي بيتكلم في التليفون بيبقى مشدود. شكرا يا سحر. عايز بقى اقول وصفه ل لحب الشباب. وصفه من الاخر يعني زي من الاخر. اوكي. بس هي كبيره شويه فاكتبوا ورايا بقى. 30 مللي زيت لوز مر. خلي بالك في فرق من زيت اللوز. طب ينفع نعملها على الشاشه ولا مش هتبقى في فرق؟ مش عارف هتبان. في فرق من اللوز العادي واللوز المر؟ لا في فرق بين زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر. اوكي. ده زيت نوى المشمش وده زيت اللوز. يعني واحد زيت نوى المشمش. نوى المشمش ده. ده زيت اللوز المر، وزيت اللوز الحلو ده بتاع زيت اللوز. ففي فرق جامد. يعني تيجي لواحد عطار مثلا محترم كده قلت له انا عايز زيت لوز مر، يقول لك انا عندي حلو، هما الاثنين واحد. شوف الفرق بين الاثنين ايه. ده زيت منين؟ ده زيت من نوى المشمش، وده زيت من اللوز. الاثنين بعاد عن بعض قوي. فلما نيجي نقول زيت لوز مر يبقى زيت لوز مر. انا هسالك سؤال في اخر الحلقه ماشي دلوقتي. يبقى 30 مللي زيت لوز مر. 30 مللي كلهم 30 بس عشان يبقى ايه لحد ما اجي اقول لك 20 بعد كده. يبقى 30 مللي من كل نوع من انواع الزيت دي. زيت لوز مر، زيت جنين القمح، زيت حلبه، زيت ورد، زيت خزامه، زيت بنفسج، زيت زعتر. كل ده 30 مللي. هحط عليهم ايه؟ هقلبهم على بعض. هحط عليهم 20 جرام غذاء ملكات النحل. 20 جرام ايه؟ غذاء ملكات النحل. احط عليهم 50 جرام طين مغربي. طين مغربي. احط عليهم 50 مللي جليسرين. 50 مللي جليسرين. احط عليهم 30 جرام ترمس مطحون. هقلب ده كله واعمله قناع على البشره بالليل قبل ما تنام. اصحي الصبح شوفي شكل بشرتك ايه. طبعا الوصفه دي موجوده وموجوده على صفحتنا على الفيسبوك. بالظبط. انا عايزه موجوده على موجوده في الكتاب اهي. موجوده اهي. لا ما حدش دكتور والله. الناس دلوقتي احنا في زمن حضرتك اتكلمت عن مش بيحب يعمل حاجه. بجيب الاكل السريع بالتليفون. وانا قاعده في البيت. يبقى هتتصل عندنا كريم لحب الشباب. فاللي محتاج التركيبه دي ممكن يتصل للحصول على المنتجات. المنتج برضو ده 16022 بالاضافه للارقام الظاهره على الشاشه. انا اول واحده هتجيب المنتج ده. ده كريم لحب الشباب. احنا قبل ما ناخد شيماء اتصلت تاني وبرده بتستاذن حضرتك ان هي عايزه وصفه لشد الترهلات. احنا متهيألي قلناها والله. احنا قلنا الوصفه لشد الترهلات. نقولها تاني. ما لحقتش تكتبها. طيب احنا هنقولها مره تانيه. بس هناخد احنا معانا مين؟ احنا معانا مين على التليفون دلوقتي؟ معانا مين؟
شيماء. طب ما قطعش الاتصال. الو شيماء. ايوه دكتور لو سمحتي. اتفضلي الدكتور معاكي. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا شيماء عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايز وصفه للنحاس حلوه يا دكتور. وصفه لايه؟ نحافه في فصيع يعني. نحافه ده ابنك؟ لا هي انتهي. انت ولا ابنك؟ لا انا. انت عندك كام سنه يا شيماء؟ عندي 27. 27؟ اه. وزنك؟ وزني اقل من 50 كيلو. 45 كيلو مثلا او 47. اه. متجوزه ومخلفه؟ اه معايا 3 عيال. ما شاء الله ربنا يخليهم لك. جوزك بخيل ولا ايه ما بياكلكيش؟ لا والله بس الواحد يعني على طول عنده مريء وصموبه وتعبان. طيب هجاوبك حالا. دايما دايما مشاكل المعده بيبقى سبب رئيسي في النحافه. يعني عايزين نتكلم عن النحافه بقى يوم الاحد الجاي ان شاء الله. طيب خلاص. هنتكلم عن النحافه، نعمل حلقه عقل بعد اذنك يوم الاحد الجاي عشان النحافه هنستخدم فيها علاج للمعده. هنقول كل الوصفات اللي بتعالج المعده من بقى قرحه المعده لعسر الهضم، ارتجاع المريء، امساك، التهاب المعده، التهاب القولون، القولون العصبي. هنقول وصفات لكل ده يوم الاحد. عايزه وصفه للقولون العصبي دي اهم حاجه. هنقول الوصفات دي كلها لان دي كلها اسباب تؤدي على ان الست تاكل والاكل ما يتهضمش وما يحصلوش ابزوربشن. يعني هو تلاقي واحده رفيعه جدا بتقول بتاكل اكل قد كده ما بيجيش عليها. ليه؟ لان هو الاكل ده عشان تستفيدي من الاكل حضرتك لازم تكوني واثقه 100% ان الاكل ده لازم يحصل له ديجيشن، يتهضم، لازم الاكل يتهضم، لازم المعده سليمه، وبعد ما يتهضم لازم يحصل له ابزوربشن، يعني يمتص الغذاء والفيتامينات اللي انت عايزاها، والزياده هيتكون خلايا دهنيه اللي هي بتخن الواحد او الواحده. يبقى انت لازم يكون المسار او خط السير بتاع الاكل من ساعه ما انت بتاخديه من الطبق تحطيه في بقك لازم يكون المسار ده لحد ما يحصل له اخراج طبيعي. اللي عنده خلل في جزء من الاجزاء دي فبيحصل عنده المشكله بتاعه الايه؟ النحافه دي. عشان كده هنقول يوم الاحد يا مدام شيماء النحافه. استنينا مدام شيماء، احنا هنجي لك ان شاء الله يوم الاحد النحافه باذن الله. والوصفه اللي الست قالتها لنا بتاع الترهل قلنا زيت ياسمين وزيت قرنفل. تخلط زيت الياسمين وزيت القرنفل وتدهنهم على الاماكن المترهله وتلفها بالورق الاسترتش بتاع الجبنه دي للترهلات، الورق اللي بيلفوا بيه الجبن والحاجات دي في السوبر ماركت. هتدهني بزيت الياسمين وزيت القرنفل، تحطيهم على بعض الاثنين، تجيب مثلا 10 مللي ولا 20 مللي من 20 مللي من هنا وتدهنيهم وتلف عليهم الاسترتش، هيخلوا نفسك زي الفل. بس الرجاء الرجاء اللف بالاسترتش ده مهم. واحنا عندنا الكريم ده جاهز برضو عشان برضو نقول للناس ان احنا عندنا برضو كريم عشان خاطر البطن، تخسيس البطن والترهلات. بس كده دكتور. الكتاب مش موجود في اي منافذ للبيع، اي اماكن؟ موجود عندنا فروع، الفروع بتاع حساسين، الفروع بتاع تقدر تتصل على 16022 هيقولها الفروع. وفي نفس الوقت هو يجي لهم حتى لو اوردر ممكن يجيب الكتاب معاه. ده الكتاب هيريحكم جدا، هيخليكم ما تتعبوش وتتصلوا. يعني تكلفه المكالمه ممكن يكون ثمن الكتاب، يعني عشان تعرفوا تتصل بيا وتيجي لحد هنا من عندي فممكن يكون تكلفه المكالمه على ثمن الكتاب. خلي بالك الصوره بتاعت دي من زمان. معانا مصطفى من 10 15 من 11 سنه ولا 12 سنه الكتاب ده. كان لسه واحد شباب. الو. وعليكم السلام. اتفضلي. ايوه مين معانا؟ الو مين؟ اتفضلي. الو مين؟ سامعانا حضرتك ولا؟ معلش بس هو الصوت بيقطع، فلو سمحتي ممكن تمسكي الموبايل تكلمينا منه او توطي التلفزيون لان الصوت مش واضح، او ممكن تتصلي مره ثانيه. حضرتك اتفضلي قولي انا سامعيني. ماشي. يا دكتور لو سمحت انا عملت الوصفه بتاعت امبارح بتاعت شد البصل. اه. وعملت ايه؟ الاسترتش. عملت الاسترتش عليه وما مسكش. ما مسكش؟ لا ما هو انت بتلفيه كذا مره. انت بتلف على جسمك الاسترتش، مش بتحط البتاع وتروح لازقها كده. اه لفيت الاسترتش كتير والله وبس. طيب بص هتجيبي حزام، الحزام اللي هو من الصيدليه ده، واتصل عندنا في الحزام يبعتوا لك حزام لحد البيت. وخدي هديه كمان مني ليك الحزام ده. مع ان انا بشتريه بس يلا مش خساره فيكي، سيبي تليفونك بشتريه يعني. كنت عملت هادي الناس كلها وما ريتش. بصي ما حضرتك بتاخدي الحاجات اللي احنا بنجيبها بتاخدي منها، مش خدت الزيت؟ اهو خدت الزيت. طيب عقل عدلك بره على الباب. اهو عقل عدلك.
اسبوع طويل وشاق، احنا طلعنا الاسبوع ده كله صح كده، بس استفدنا الحمد لله. وطبعا بشكرك وبشكر اداره القناه تاني، وبشكر كل الناس اللي بيستحملونا الساعه بالنسبه للناس غير الساديه، بس الحقيقه بتبقى بالنسبه لي ساعه جميله ان انا بتواصل معاك وبحب كده قوي، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى اني اوصل علم للناس ينتفع بيه، يعني يفيدني يوم القيامه او يفيدني في القبر ان شاء الله. يعني الحقيقه وحته ان انت بتقولي ان انا بهادي الناس، انا بحب كده يعني، انا الناس الغلابه والناس الفقراء ما بتبقى واحده ست كبيره، خاصه الست الكبار اللي عايزه علبه كريم لرجليها. انا بتمنى ان كل واحده اكون عندي امكانيه اروح اودي لكل واحده، بس طبعا انت عارفه الامكانيات، ما عنديش امكانيه ان اخد الكريم بتاع شد الترهلات، فانا عايز الكريم ان شاء الله باذن الله. بمناسبه الكلام ده بقى يا دكتور، انا عندي سؤال مهم جدا. حضرتك كنت يعني راجل سياسي وكنت نائب وفي الاول يعني شغله حضرتك دكتور صيدلي تمام، ف الدكتور الصيدلي بمجرد ما بيتخرج من هنا بيفتح صيدليه من هنا. فكره الاعشاب جات لك منين؟ يعني فكره انك تعمل تركيبات وانك تتعرف على اعشاب اصلا احنا ما نعرفش اسمائها، وانك يعني جات لك منين؟ هو بص، هي جات لي لما دخلت كليه الصيدله. يعني زمان انا كنت شاب وبتاع، واشوف اللي عنده مغص يديله نعناع، واللي مش عارف عنده صداع حط له زيت ابو فاس، فكنت دايما بميل للحاجات دي، مع ان انا كنت شغال في صيدليه. وبعد كده فتحت الصيدليه، بس لما دخلت كليه الصيدله وبدات كان في دكتور اسمه الحسيني ودكتور اسمه عمرو. اثنين الدكاتره دول كنت بحبهم قوي. الدكتور الحسيني ده بالمناسبه اخو الشيخ خالد الجندي. دكتور حسين الجندي. فالدكتور ده كان استاذ الكوكنزي، كان استاذ العقيل، كنت بحبه جدا. فكان كنت بشوف شغفه ولهفته وحاطط الاعشاب كده في برطمانات شكلها حلو. ولما كنا بندرس كانت الكوكنز دي كانت احسن ماده بالنسبه لي، كنت افضل اذاكر فيها واسقط في الكيميكالز يعني فاهمه، واجيب درجه بالعافيه في الكيميكالز. فلما خلصت اتخرجت، الماده المهمه في الصيدله اصلا بالظبط. فانا كنت دايما اجيب اي بلس في الكوكنز دي، يعني اجيب امتياز، وبقيت الدرجات بقى بيزقوني فيها يعني واخده بالك. فكنت بحب الاعشاب. لما اتخرجت فجيب في يوم كان في قناه الناس، كنت بتفرج على قناه الناس، كان الدكتور اسمه عادل عبد العال، فكنت مبهور قوي بعادل عبد العال ده، يعني كان هو راجل محترم يعني. فعادل عبد العال ده كنت مبهور بيه، وبقول وصفات وبتاع، كنت بشتاق وكنت اكتب الوصفات وراه وبتاع مش عارف ايه، يعني انا صيدلي. فالمهم جات لي بقى الفكره ان انا خلاص، يعني انا بقيت افتح صيدليه مش لاقي نفسي، ان انا بقيت افتح الصيدليه ويخش حد تشوف روشته بالظبط قرص ثلاث مرات بعد الاكل مش عارف، كانك بقال. انا عايزه ابقى مخترع. برافو عليكي. فانا كانت بالنسبه لي حته ان انا ابقى بقال دي مش عاوزها، مش حاببها، ما هيش قصه فلوس وبس. فبدات ايه، اروح تاني الجامعه واحضر ماجستير، عملت دبلومه وعملت ماجستير في الهيربال ميديسن، في الاعشاب الطبيه. وبدات اطلع بقى في التلفزيون واتكلم عن الموضوع ده، لحد الحمد لله بقيت بذاكر واطلع واجيب وصفات، وبعدين عملت شركه كبيره وترخص المنتجات العشبيه، وبقيت معروف بقى في وزاره الصحه، والحمد لله مشهور في العالم كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. كنت عايز تسيب بصمه في المجتمع، وفعلا سبت بصمه في المجتمع. الحمد لله يا رب، اشكرك. طيب دكتور، برضو في اسئله تانية برضو بيقولوا لي في الكنترول كل شويه بيتصلوا، بس عايزين دلوقتي وصف تطويل الشعر. حاضر. طب ايه وصف تطويل الشعر تاني؟ يعني خلاص طالما اصل علي بيقول لي الحلقه خلصت، فانا قلت له خلاص يوم الاحد احنا جايين لهم تاني. طب احنا يوم الاحد احنا هنتكلم بس عن النحافه يعني، تابعونا بس. بفكر وصفه لتطوير الشعر، قلنا صوت الشعر وتقصف الشعر وتطويل الشعر، قلنا زيت جاجوبا وزيت املاج بالجيب، زيت جاجوبا وزيت املاج وزيت سمسم وزيت جرجير وزيت زيتون وزيت روزميري، ست انواع زيوت حضرتك حطيهم على شعرك مرتين او ثلاثه او اربعه في الاسبوع، اغسلي شعرك بشامبو بالاعشاب الطبيعيه. قلت لكم احنا عندنا شامبو العسل، وده مهم جدا. اخر حاجه بس عشان حد سالني وانا جاي في التليفون، قلت له اتفرج عليا وانا هقول لك سؤال. العسل بيقول لي بتاع الانجاب، يا جماعه احنا عملنا حلقه للانجاب وقلنا عدد الحيوانات المنويه وحركه الحيوانات المنويه هم الاساس عند الراجل. فالراجل لما يبقى عنده العدد قليل وحركه قليله، احنا عندنا عسل اسمه عسل طاقه، بتتصل عليه حضرتك بتاخده من الكول سنتر، والوصفه تبقى موجوده على صفحتنا على الفيسبوك او على صفحتنا على اليوتيوب اسمها اورجانيك حساسين اورجانيك، صفحتنا على اليوتيوب، والتاني نقاء الاعشاب شرطه ديل سعيد حساسين. دول الصفحتين اللي انا بتواصل معاهم. بمجرد ان هو ما يعمل سيرش على اليوتيوب باسم دكتور سعيد حساسين هيطلع له اللي هو عايزه بالظبط. انا خلاص حلقتنا انتهت ولا ايه؟ انتهت خلاص، حلقتنا انتهت خلصت خلاص الحمد لله.
طيب احنا حلقتنا خلصت النهاردة، استنونا يوم الحد وحلقة مميزة جدا وهنتكلم عن النحافة. شكرا يا دكتور. شكرا يا هاني. بشكر دكتور سعيد حساسين الصيدلي وخبير الأعشاب الطبية في مصر والوطن العربي. أشوفكم على خير إن شاء الله.